السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زوجتي تعبتني في طريقة تعامل أولادنا، تحرض فيهم على أهلي على طول. عماتهم مش كويسات، عمامكم ما يحبوكم يكرهوا فيكم، لدرجة إن أولادي بدوا يصدقوا في هالموضوع. وأهلها هي أحسن حاجة، خوالكم هم أحسن وحدين، خالاتكم هم أحسن وحدات وحدين. أنا عمري ما حاولت نقول لهم خوالكم لا، والله ولا أهلي أني أحسن، أهل أمكم مش أحسن، بس هي ما تبيش تفهم أن أولادنا المفروض يشوفوا لإخوالهم وعمامهم بنفس الدرجة. أولادي بدوا يكرهوا في عمامهم وعماتهم مع أن ما داروا لهم أي شيء، لكن زوجتي هيك في نظرها أن الأولاد لازم يتبعوا أهل إخوالهم وخالاتهم. وأنا هدوم أهلي ما نبيش أو ما نبيهمش ينقطعوا من أولادي، معاش عرفت كيف نتصرف، كيف نخليها تخلي الأولاد في حالهم، تخلي مشاعرهم حرين فيها، هم اللي يحكموا إن كان يبوا يتعاملوا معاهم أو لا. لدرجة وصلت أن أي حد من أولادنا كلم أي حد من عمامة أو عماته تزعل منا، فأولادي بدوا يخافوا حتى من أمهم تزعل، وبدوا يقطعوا في عمامهم وعماتهم. كيف ندير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في بيوتنا الحبيبة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الحوش وأسرار. التربية في هذا الزمن صعبة جدا، العالم فتح علينا، الدنيا فتحت علينا، المؤثرات كثيرة، طبيعي جدا الأهل يخافوا على أولادهم، يخافوا على بنياتهم وليداتهم، عادي جدا. لكن الخطأ اللي يحصل أن هذا الخوف يصدر إلى الأولاد، نصدروا في لهم في كل تصرفاتنا، نبينوا لهم في كمية الخوف اللي خلاهم يحسوا على طول إن هم مراقبين، يحسوا على طول إن هم مش قد الثقة، يحسوا على طول إن هم على وشك الوقوع في الخطأ. الخوف شيء طبيعي وغريزي، لكن نخلوه في قلوبنا، نهفتوه بالدعاء ونصدروا لأولادنا الثقة، الثقة المقننة، نثق في أولادي ونتبعهم من بعيد لبعيد. لأن لو ولدي بيقع في الخطأ، اللي بيخليه يوقف مش الخوف من إنه يقع فيه، لكن الخوف من الله سبحانه وتعالى إنه هو يكسر ثقتنا إحنا فيه كذلك. فحافظوا على مساحة الثقة مع أولادكم، لأن هذه هي اللي بتخليهم يكونوا متوازنين. موضوعنا اليوم هو علاقة الأبناء بالأعمام والأخوال. هذا الجدل طبعا أكيد يثير الوالدين أو يشغلهم ويشغلنا نحن كذلك معهم. اليوم هذا اللي بنناقشوه معاكم باتصالاتكم اللي تكون على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم الرائعة على البث المباشر. بس زي ما تعودنا نسمع رأي جمهورنا الحبيب وراجعين. وقصدي أعمامهم مش كويسين مع أمهم عادي، لأن هم أعمامهم كيف ما يشوفوهمش، هذا أعمامهم حتى في المستقبل لما مثلا طيح بيهم لما يكبروا قصدي يلقوا أمامهم صح ولا، لكن أمهم ما دخلهاش، هم مشاكل بيناتهم الأم والعمام. شو بنقول لك، هي إنسان لأن ما نقفش معها، لا بالعكس، لأن إحنا في الإسلام أهم حاجة كان صلة الرحم. فالحقيقة مهما كان حتى كان في صراعات ولا حاجة، ديما تبعد الصغار عليهم، أمامهم من حقهم يشفحوهم، سواء أمامهم أخوالهم عيلتهم، فالحق مش حنساندها للأسف. ما في كل شيء بروح، مفروض ما لهاش علاقة يعني، أوكي، يعني الأعمام هذوما ظهر وسند وكل شيء، أوكي. أنا بالنسبة لي أعمامي عقلي وروحي من الأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ورجعنا معاكم في موضوعنا اليوم، هذا الجدل اللي قديم حديث، أعمامنا وعماتنا وخوالنا وخالاتنا، من اللي حبنا أكثر؟ وهل هو الموضوع مزايدات؟ وهل من حق الأب أو الأم أن يوجه الأبناء إلى أحد الطرفين؟ اليوم مشكلتنا اللي بعتها الزوج اللي يشكي من زوجته اللي ما تبيش أولادها يتعاملوا مع عمامهم، في نظرها أن عمامهم مش حيجيبوا حاجة كويسة لصغارها، وأن أو أفضل حاجة لأولادها أنه يقعدوا مع أخوالهم. طبعا الأب متضايق جدا من هذا الموضوع، وأيضا هو شايف أن أولاده لابد يعيشوا مع أهله، هدوما صلة رحمهم. هل هذا الموضوع موجود في مجتمعنا؟ هل عندنا زوجات وأمهات يدوروا هذا الأمر ما يبوش أولادهم يتعاملوا مع الأعمام؟ وشن الأسباب؟ ليش؟ هل هي هيك وخلاص على طول جاية ما تبيش الأعمام؟ أو لأن فيه
أشياء مجتمعية بنيت عليها، هل في مؤثرات، هل في قصص، هل في حوادث، هل في ظواهر خلت الواحدة تبي أولادها ما يقربوش أعمامهم؟ وهل من حق الأب أن يفرض التواصل على أولاد على زوجته؟ معنا أول اتصال اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بنتي، تفضلي الهوا لك. أهلا يا أستاذة، كيف حالك؟ أهلا بك. أنا حتى أنا عندي مشكلتي بسيطة، منعش يعني عندي مش بسيطة لكن منعش المجتمع عنده مرات عادية. أنا زوجي متوفي باهي رحمه الله، إيه، وعندي ثلاثة ولادات، وشي مشاكل صارت بيني وبين صغاري في عمامهم، عرفتي وعماتهم، تولي ثلاثة سنين متوفي زوجي، لا يعرفوهم لا يسأل عليهم ولا حتى شيء، وانا نتمنى ندخل فيهم، عرفتي ندخل فيهم بين عمامهم صغار عمامهم، ونقول لهم بروا سلموا عليهم بروا، ما لا يعرفوهم لا يجوهم لا شيء. قبل وفاة زوجك كيف كانت العلاقة؟ قبل وفاة زوجك؟ لا والله والله كنا عائلة واحدة وما فيش أي خصومات. بعد الوفاة مباشرة صار القطع هذا ولا على فترات؟ إيه لا بعد الوفاة بالضبط. ماشي. بعد الوفاة هل حاولتي يعني تسألي أو تبعتي حد هل ممكن في مشكلة ورث، مشكلة وصية، مشكلة شيء، ليش تغيروا بعد الوفاة مباشرة؟ لا 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 ما فيش. لا والله والله يا أستاذة، هذا كله هيك في دخل، في ناس كبيرة خشت في بعض في الموضوع، وقلت لهم وفهمتهم، قلت لهم هذا صغير أخوكم، هذم صغيرين، هذا هيك مش عارفة شنو، وأنا ما فيش بيني وبينهم أي مشكلة أو عدوية أو أي حاجة. وهم بالمجمل ناس كويسة؟ هم بالمجمل ناس كويسة يعني؟ كويسة والله من نعم الناس. ما شاء الله، ماشي. أنت قلتي تو عزوزتي، يعني جداهم حية؟ جداهم وجدهم حيين، الله يبارك، جدهم وجداهم يجوهم ويسألوا عليهم. طبعا أنا غادي فرش عمتي ما نمشيش عشية شبانية ما نطلعش، صغاري نبعد فيهم، أنا طبعا غادي ما نقدرش نطلع، فهمتي؟ لكن هيك باش طبعا انا قاعده في حوشي، حتى توفى زوجي قاعده في حوشي معاهم. لكن لكن هيك كمعامله ثلاثي ولا حماواتي ولا حمامهم وعماتهم لا تمام قاطعينهم بكل. تمام بنتي، اول حاجه تفضلي. عندهم حتى حاجه ثانيه، عندهم انهم هيك يعايروا في صغاري بان ابوهم متوفي، بابا هيك يجوا صغاري يشكوا، نقول لهم معليش يا ماما عادي، بابا حي في الجنه، بابا حي في الجنه، معليش عادي ماما. اول حاجه بنتي تمام بارك الله فيك. تمام، اول حاجه كثري من الدعاء ليهم ان ربي يقلب القلوب للبعض، ديما الدعاء احنا نخلوه البدايه. ثاني حاجه بس حابه ننبهك، احنا لما الميت ما نقولوش بالمجمل، بالله عليكم كلنا اهلنا، هذه وصلت لنا من الدراما الغربيه اللي هي ان حي في الجنه، ما فيش عيسى فقط اللي حي عند الله، احنا اللي يموت الان هو بين الدنيا ولا مازال هو في البرزخ، ان شاء الله قولوا باذن الله نتلاقوا في الجنه، باذن الله نتلاقوا في الجنه هيك، لان هذه لها علاقه بالعقيده، راه انتبهوا لاولادنا، فيش حد حي في الجنة، اللي مات في البرزخ مازال الجنة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها يوم الحساب، إن شاء الله نكونوا جميعنا في الجنة. تعالي لمشكلتك بنيتي، بما أن الأهل كانوا كويسين معاك لما الزوج كاين حي وهم بالمجمل أنت قلتي من أحسن الناس، إذا في خلل في مشكلة لابد أن احنا نواجه المشكلة. مرات أحد الطرفين أنت هم داروا تصرف، فأنت بناء عليه درتي فعل في عقلك فكرة معاش يبونا، فبدت مشاعر أن احنا مرفوضين. احنا قلنا ديما الشعور الإنساني والعلاقات الإنسانية فعل فكرة أو ينبنى عليها شعور ينبنى عليها رد فعل، فأنت بديتي تلقائيا توخري، لا لابد من المصارحة، قعمزي معاها ما دام جدود حيين، قعمزي معاهم، ريتوا منا شيء، الله يرحمه دار حاجه قبل لا يموت، وروني حطوني في الصوره، لاني انا مش فاهمه شيء نهائيا، لان هذوما وليداتكم وانا نبيهم يعيشوا في ظهر عمامهم، وبارك الله فيك انك انت مصره على هذا التواصل. ما صارحوش، حاولي تدخلي حد، انت قلتي تقريبا سمعتك ان في حد دخل بيناتكم، حاولي انك انت تزيدي تدخلي حد، دفي اولادك في اتجاه جدودهم، ومع الوقت مع الوقت حتى لو في شيء حينتهي، احيانا ما يكونش في اي سبب، احيانا بس الاهل، في بعض الناس للاسف الاخيار يديروا في حاجه يظنوها كويسه، وخر وريح راسك، انا مبعد عن المشاكل، شوفوا فيها في بلادنا في كل شيء، يمكن حتى في المكانات الحساسه بالمسؤوليه، المسؤول الخير يوخر، لا 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 انا ما نبيش مشاكل، لا الخير قدم، احنا نبوكم تقدموا، حتى لو انتقدكم، حتى لو وقعتوا في الاخطاء، معذورين علشان نمشوا صح. فممكن اهل زوجك يشوفوا لا 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 لا, لا. فكنا خلينا نوخروا علشان ما تتحسس المراه، علشان ما يصير مشاكل،
قولي كوني واضحه معاهم وقول لهم انتم خايفين يصير شيء، لا راهو باذن الله انا بنيتكم واي حاجه تصير حنرفعوا العتب مع بعضنا وتمشي الامور. خليك واضحه معاهم باذن الله تتزبط الامور. شكرا لك بنتي، ما زلنا مستمرين معاكم في موضوعنا الاساسي وهو زي ما ذكر صاحب القصة، زوجته ما تبيش ولاده يتعاملوا مع أعمامهم، مش بس ما تبيهم تكره فيهم، عمامكم ما يحبوكم، عماتكم ما يحبوكم. هل هذا الآن أصبح نهج مجتمعي؟ الفكرة أن عمتك ما تحبك، عمك ما يحبك، خوالكم هم اللي يحبوكم. الموضوع صعب جدا وحساس لو كان فعلا أصبح ظاهرة في مجتمعنا. أنتم اللي تأكدوا هذا الأمر من خلال اتصالاتكم معنا على الأرقام اللي موجودة أسفل الشاشة، كذلك تعليقاتكم على البث المباشر. أم ميمي تقول الإنسان ابن بيئته، الأم اللي تربت في جو العمام والعلاقات القوية لو لقت عيالها كويسين يستحيل تباعد صغارها، لكن أنتم ديما تهاجموا الأم اللي تباعد على العيلة. أنا نشوف أن الإنسان يعيش في علاقات محدودة أفضل سواء من العمام أو الخوال، لأن كثرة الخلط في هالوقت ترتب عليها مشاكل مرات يكون صعب حلها. الأفضل نخالطه لكن مش ديما في المناسبات والأعياد، لا بأس أكثر من هيك. نشوف أن هذا اللي هذا يلهى بحياته وبعيلته الصغيرة أفضل أفضل، خاصة لو الجد والجد متوفين. أم ميمي أنت من اللي دائما يعلقوا معانا، لكن تعليقك المرة هذه عندي عليك ملاحظات حرد عليك. لكن معانا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أختي. أهلا وسهلا سيد عبد المنعم، مزبوط؟ أهلا وسهلا، أهلا بك، تفضل. أي عبد المنعم من طرابلس معك. أهلا بك وأهلا في طرابلس. الله أن يتقبل منا إن شاء الله الصيام والقيام. اللهم آمين. نسأل الله أن يعم علينا الرخاء على البلاد آمين. كلها وعلى الليبيين يا رب العالمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم على موضوع الحلقة، فأنا عندي منقول فيه إن شاء الله. أي تفضل. أعتقد أن يعني لازم نحط كل شيء في نصابه، فهمتي كيف؟ هي فعلا الأم لها دور كبير في أن هي يعني توجه أبنائها وتربيهم، لكن الإشكالية أختي العزيزة أن مرات يبدأ فيه ما فيش توافق ما بين الأب والأم، يعني تبدأ فيه حساسيات ما بين الأب والأم، فلذلك يبدأ الموضوع كيدي من الأم، فهمتي كيف؟ فكل شيء تشبع فيه من جانب الأب أنه هو مشكلة، أنهم أعمامهم مشكلة، حناهم مشكلة، فهذا الموضوع الكيدي بيرجع بالسلب على الصغار. يعني أنت تشوف أن العلاقة السوية بين الوالدين بالمحبة لما كل واحد أكيد فيهم مودة للتاني حيود العائلة بالتالي، مزبوط؟ شوف نقول لك شيء، يعني العلاقة السوية ما بين الزوج والزوجة أكيد حتنعكس بالإيجاب على الأبناء، فهمتي كيف؟ أي خلل ما بين الزوج والزوجة هذا حينعكس بالسلب على الأبناء. فإحنا لما إحنا يعني هو إحنا كلنا عايشين الحياة الأسرية ونعرف المشاكل، وبعدين زي ما يقولوا الناس لولا خبز وزيت في كل بيت، ما فيش حد عايش خالي من المشاكل، فهمتي كيف؟ لكن إشكالية إن لما يبدأ في خلل ما بين الزوج والزوجة يبدأ الموضوع كيدي. يعني الزوج يبدأ يكيد لزوجته أنه يمواليك وكذا 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 إلى آخره، وهي الزوجة حتى هي نفس الموضوع. فلذلك أنا نتمنى أن أي مشكلة تصير ما بين الزوج والزوجة لازم تنحل في إطار الزوجية. لو المشكلة طلعت من بيت الزوجية أكيد مش حتبدأ مشكلة، حتبدأ مشاكل وحيخشوا فيها أطراف تانية، فهمت كيف؟ فالبيت السوي، الأبناء السويين اللي حيتربوا تربية سليمة حتلقيهم أكيد علاقتهم ببهم وأمهم كويسة، لأن الزوج والزوج علاقتهم كويسة، فهمت كيف؟ نرجعوا للسكن والمودة والرحمة يعني. أيوة لازم يكون في رحمة ولازم يكون في ود، ولازم هو في الأخير المصلحة المشتركة للأب والأم إن هم بيربوا أبنائهم تربية سوية، فهمتي كيف؟ فأنا ننظر لأن موضوع للأسف أغلب الزوجات وحتى الأزواج، يعني ما بيش ندير الكيد على يعني ندير الكيد كله على الزوجة، حتى الزوج لازم أنت تكون علاقتك بزوجتك كويسة بشي ينعكس بالإيجاب على الأبناء، ونسأل الله إن يعني أبنائنا إن هم يعيشوا في جو إيجابي وفي تربية كويسة، تربية الإسلامية اللي تربينا عليها والله. الخلق السوي يعني احنا ننظر للحنة وللجد، يعني هذو الحنة هي سموها حنة علاش؟ لأن هي جاية من الحن، فهي مفروض الأم تربي أبنائها على الحنة وعلى العمة، وهم في الأخير شن يبوا مصلحة أبناء أخوهم، فهمتي كيف؟ نعم. شن تنصح صاحب بارك الله فيك سيد عبد المنعم، شن توجه لأخونا صاحب المشكلة؟ هو واضح أنه هو يعني أنت قلت الأساس أن لما
لما يكون فيه وهذا موجود فعلا لما الطرفين ما بيناتهم مودة في بيناتهم بعض الغل فكل واحد يكسر طرف عائلة الآخر وهذه طبعا مشكلة ندخلوا الأبناء فيها بس الباين أنه هو زوجته داخلة من بالأمر هذا بمعتقداتها فأنت شن تنصحه بالمجمل الآن هو حاصل في الموضوع مش عارف كيف يدير وصغاره بدون يخافوا من أمهم نقول لك شيء وجه له هو الأخير وهي رسالتي لي للشخص هذا أنت لازم يا أخي عندك أي مشكلة مع زوجتك أو رقم واحد رد بالك تفتح المشكلة قدام الأبناء في حاجة اسمها غرفة الزوجية غرفة الزوجية ما تطلعش المشاكل برا وبعدين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا كل أنا خيركم لأهلي أنت لازم تعملها بالود خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم هي لأهلي إيه هي تجي إن شاء الله وبعدين لو هي مثلا لا سامح الله ما جتش بالأمور هي تخلي الأمور الثانية الشدة والغضب والهجر حتى هو كل نوع كرد فعل إن هي بش تجي للصواب فهمتي كيف يعني أنت تشوف يعني أنه يأخذ الموضوع الله. كأساس تأديبي مع الزوجة هيك أنت تشوفها أكيد طبعا. لا طبعا. هو مش طول يجي تأديبي هو يجي بالمودة أنت اللي ذكرت المراحل هذه أنصحها إيه أكيد النصح وبال انت تعال افتح انت تعال احكي لها اقول الامور الشرعيه شنو حق الزوج على الزوجه وحق الزوجه على الزوج لا هم لو الزوج والزوجه يعرفوا حقوق بعضهم والحقوق الشرعيه والله العظيم يا اختي العزيزه مش حتلقي بيت فيه مشاكل لكن للاسف احنا بعدنا عن الشرع بعدنا على شرع الله ما نعرفوش حاجه اسمها حق الزوجه ولا حق الزوج كل امور كيديه وكل اننا كيف نكيد لها وهي تكيد لي وكيف الامور يبدا فيه الغل والشيطان عدو بالله نعم. يعني منه هو قال لك الشيطان يجري في يعني مجرى الدم نعم. يتمنى نعم. انه هو يدير مشكلة ما بين الزوج والزوجة هو أفضل عمل يقوم به هو تفريق زوجين يقول ماذا فعلت ماذا فعلت إلى أن يقول لم تفعل إلى أن يقول فرقت بين زوجين نعم أيوة فرقت بين الزوجين فهو نعم. الشيطان بيكيد لك بيجري فيك يعني مجرى الدم أنت أخي العزيز عندك أي إشكالية زوجتك عاملها بالود وبالمحنة وبالكلمة طيبة ولو ما جيتش بعدين في أمور تانية يعني أنت فيه مراحل قبل ما توصل للشده ولا لا سامح الله للضرب او للهجره او الطلاق ان شاء الله ما يصل لي فلذلك انا مش نكثر عليك اختي نعم. نسال الله انه يتربوا ابنائنا التربيه الشرعيه الاسلاميه ولازم نصيحه لكل زوجه والله العظيم ثلاثه طاعتك لزوجك هي اهم شيء في الدنيا هي باب للجنه يعني ان شاء الله وباب سهل للجنه ان شاء الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اكيد قال لو كنت امر لاحد يسجد لي لا الحديث غير صحيح الحديث غير صحيح اخي الله أعلم تمام. خلينا نقول الصحيح أن من صامت شهرها وصلت خمسها وطاعت زوجها وصانت فرجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك ما زلنا معاكم في هذا الموضوع الحساس جدا اللي ليه علاقة مش بس راهو في صلة الرحم وهذا أمر مهم ليه علاقة حتى بنفسية أولادنا معنا السيد جمال تعليقات أنا مركزة معاه ونشوف فيها سيد جمال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل سيد جمال أهلا وسهلا والله هو البرنامج بالنسبة للأخوال لو إن الأخوال والعمال الصالحين يعني ما تشدهمش المرأة على أعمامهم وأخوالهم لأن بدأت الأعمام لأن الأم يعني فنن لو صالحين يخافوا الله عز وجل ولو كان العام يكونوا غير ذلك يعني تخاف على ظهرهم حق شدهم والشرع يدلنا أن شدهم يعني لا يستوي الخبيث والطيب يعني يعني العيل لما يشوف عمه لا سمح الله يشرب أو يدير في أي شيء يعني بعيد على الله عز وجل أما كان يشوفهم يصلوا محتكين بالجماعة ويقروا في الكتاب وناس صالحين هذا بالعكس هذا الدفة دفانا تمام خليه قادر ليهم تمام سيد جمال نعم سيد جمال لو الوضع العادي الطبيعي اللي في بيوتنا الليبية العادية المعتدل والزوجة هيك ما تبيش أولادها يحتكوا زي توا صاحب المشكلة هذا أخوكم أنت لو هو جاي سألك شن تقول له كيف يدير مرته محرمة صغارها أنهم يمشوا لعمامهم وعماتهم شن كيف يتصرف هذه أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وعبد الله ابن عمر قال منيلة لا تتبع قاطع مرحم اني وجدت في القران ملعون بخمسه مواضع هي لا يشم ريح الجنه ان شاء الله قاطع الرحم هي ملعونه يعني هذه ملعونه ومطروده من رحمه الله يعني لازم تحطها زوجها ما دام انها هي الا في شرع الا في حق ان مثال كان العمام من حقها شرعا
ان هم تقطعهم عليهم ان هم يعيدوا عليهم يوظفوهم هيك في المناسبات يعيدوا عليهم يسلموا عليهم ما يقطعهمش مره واحده لكن ان هم ما احتكوش بهم بالعكس ما تحطش النار مع البنزينة بارك الله فيك يعني بالنسبه بنعقب على كلمه قلتها ان البرزخ الجنه اي شخص من امه محمد يعني البرزخ يعني يموت من امه محمد يعني عليه صلاح بد الله منعم يعني بد الله منعم يعني في البرزخ منعم والجنة ما يدخلهاش إلا محمد صلى الله عليه وسلم نعم لأن هي هذه أنا علقت عليها هو مش موضوعنا اليوم لأن في هلبة يقعدوا للأسف دخلت علينا مثلا حد يموت يقولوا له كلمة هو توا يشبح فينا هو يجيك في الليل هم توا في مكان أحسن هم في الجنة هذه دخلت من النصرانية احنا كمسلمين نعرفوا أن الجنة بعد الحساب وإن شاء الله كنا نكونوا فيها عشانك حبيت بس لأن هذا لي علاقة بعقيدتنا وإحنا لازم نتبتوا على عقيدة أولادنا في هذا الزمن شكرا لك سيد جمال بارك الله فيك ما زلنا معاكم أكيد وفي كثير من التعليقات الرائعة جدا لكن الاتصالات ما زالت معنا سيدة رحمة السلام عليكم أيوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله ربي يجعل لبلادنا كلها من اسمك أنت نصيب يا رحمة آمين يا رب بارك آمين الله فيك آمين شكرا على برنامجك هذا وأنا تبقى فيك ومعجبة ببرنامجك بارك الله فيك بالمواضيع اللي تطرحي فيهم بارك الله فيك والله كلامك اليوم حساس جدا جدا ونمر به هذا تصوري إن لما جيت تكلمي معاهم العمات يكلموك بقال الله وقال محمد ولكن كان تصديق ما فيش اللي شاربات للركبة صوري حارمين حتى صغار خوم صغيرين مدمهم حتى حاجة صغيرة إن هم يشوفوا عماتهم ولا يشوفوا صغار عماتهم ولا الصغار يشوفوا خوالهم مانعتهم الأم أنا لبيت توجه للأمهات هدومة إن ربي يهدين باي شن جنب الصغار إنتي شو تفهم بينك وبين أخوك شن جنب الصغار الصغيرة شن ذنبهم وهل حاول الطرف الآخر إنه هو يقرب يجيل الصغار بالعكس الطرف الثاني هو اللي طيب هم ومشكلة قلتك لما تناقش معهم يقولوا قال الله وقال محمد خلينا رحمة بس باش ما نغلطوش في شرع الله نفصله كل إنسان عمره ما كان في خطأ في إسلامنا الخطأ في الأشخاص يعني إسلامنا هو الصح الكامل لكن الشخص وما فهم هذا موضوع آخر فما نربطوش ما نعاش نقوله رغم أنه هو كذا لا ما لناش علاقة هو نحكمه عليه بنفسه تمام إيه لكن بنتي الحبيبة حبيبتي ما نستشهدوش بالدين باش ما نخلوش نشككوا في الدين هو عنده مشكلة إذا كان في بعض الناس أصلا دينهم رياء وفي بعض الناس هذه الأمور بينهم بين ربي إحنا لينا علاقة بالتصرف اللي هو داره بس فما نربطوش ديما السلوكيات هي تمام خلينا لأن الدين منها براء يعني تمام صح الدين هو منهم براء لكن بك توجه للناس هادو كلمة تنصيهم كان ربي هديهم حاضر 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 حنوجه في الآخر إن شاء الله حاضر الشهر الفضيلة بارك الله فيك حاضر ربي يعطيك الصحة وطولة العمر بارك الله فيك طيبة وانت طيبة كذلك بارك الله فيك شكرا لك يا رحمة بارك الله فيك ما زلنا مستمرين معكم أكيد والموضوع فيه كثير من التفاصيل أنا أم ميمي قلت لها أني حنعلق عليها في موضوع العلاقات المحدودة شوفوا الأصل انتبهوا راهو في فرق بين الأصل والخصوص الأصل هو حسن الظن يعني شوفوا احنا المسلمين بالذات راهو الآن في علوم السلوك يحطوا في حاجات كلها طالعة من شرعنا الإسلامي فمثلا حتى في الحلقة اللي فاتت في واحدة من الحلقات تكلمنا على العلاقة بين الأخوة اللي يستشهدوا بيوسف عليه السلام ويستشهدوا بأبناء آدم الأصل هو صفاء العلاقة هذا استثناء فنفس الشيء في العلاقات البشرية الأصل التواصل الأصل التعارف الأصل حسن الظن الأصل اللحمة الأصل العضد الأصل السند لكن الاستثناء لما نشوف يعني لازم كمسلم نبدأ ديما وإحنا هيك تعودنا في بيوتنا وجدودنا نبدأ بحسن الظن لكن بالتوازن إذا بعدين شفت شيء نسحب شوي يعني ردوا بالكم تسكروا باب تسكير تام ولا تفتحوه على مصراعيه ديما مواره بشوية أما فكرة تحديد العلاقات للأولاد مع عمامهم خوالهم ويمشونهم في الأعياد بس لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أسماء رضي الله عنها وأرضاها أمها كانت كافرة ولما استأذنت من الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها وارضاها سمح لها تزورها فإحنا نعاملوهم هيك ما ينفعش وبعدين أصلا هذه الصراعات اليومية والمشاكل اللي تصير رغم كل رغم الزعل اللي فيها رغم لكنها تبني الإنسان يعني بداية أني أني نكون شخصية نعرف كيف نتعامل مع الأشياء المناكفة يعني اللي ما تعجبنيش ما تجيش علي كيفي نبدأ من البيت مش لازم ديما كل شيء يكون توافق مطلق لكن بحدود باعتدال
حنحاول نقرا بعض التعليقات. وقفت عليها وقلت ان شاء الله ما يطلعش ام صفو لان شفت بدايه رسالتها لها علاقه. تقول السلام عليكم، انا من يوم تزوجت عندي سلف مش متقبلني وديما يدير في مشاكل معايا ومع زوجي، ولما درت صغار مش متقبلهم، يضرب فيهم ويلز فيهم من بيت جدهم ربي يهديه ويصلح حاله، ولما عمامهم تزوجوا داروا صغار بدي حتى لما يلعبوا مع بعض يلز فيهم وكرههم مع في وكرههم في بعض ويدير الفرق بيناتهم وقدامهم لدرجه صغاري هم اللي كرهوا عمهم العمل اللي يدير فيه مش من المراه. كيف الحل مع اعمام هيك هم السبب في كرههم؟ اولا باين انه هو مشكلته معك انت، اولا انت ما لكش علاقه به، الحم والموترة واخروا عنهم، السلاف ما لناش علاقه بهم نهائيا، بس اخوه يحل مشكلته هو وياه. الاولاد الاطفال ما فيش اكثر صدق من الاطفال، الطفل لما حد يعاملك كويس الطفل حيكون معك كويس، او شفتي بروحك هم بدوا ينفروا من عمهم هذا، فللاسف هذا ندعو له بالهدايه، يحاول خوه يكلمه في لحظات هيك وتو احنا في العيد الجايه وعلينا ايام بس تفصلنا عنه، يحاول يقول له بالله الصغار شن داروا لك، خليك حنين شويه مع الصغار، معلش ما نبوش المشاعر بيناتكم، يكبروا يولوا سندك، لكن انت ما تتدخليش نهائيا في الموضوع، اذا هو ضل على هذا الامر الصغار هم اللي حياخذوا موقف، انت ما تتدخليش، وديما ادفعي بالتي هي احسن، جو يشكوا لك، قول لهم معليش عمكم هذا حتى عزوه قدام الناس، معليش، ديما رطبي بالكلمه الطيبه، وان شاء الله يوصل الامر لان القلوب شواهد. مبارك ابو قرين يقول بارك الله فيك على هذا البرنامج وربي يصلح الحال ويهدي الجميع، اللهم امين. ماي مطر مطر تقول علموا أولادكم إن العم والعمة والخال والخالة جزء لا يتجزأ من الأسرة أو العائلة، وهذه صلة الرحم وعندهم دور كبير في الحياة والترابط. بارك الله فيكم، مستمرين معاكم، نستقبلوا اتصالاتكم ونقروا تعليقاتكم، لكن نطلعوا فاصل وراجعين. دكتور عبد القادر المصري يأتيكم في الأوقات التالية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، رجعنا معاكم من جديد ومعنا ميرا. السلام عليكم يا ميرا. ميرا معنا؟ تسمعي فينا؟ أين أنت يا ميرا؟ الباين أن في مشكلة في الاتصال. عندنا غادة دايرة تعليق عجبني، تقول عمامي الحمد لله، غادة أبو جيلة تقول عمامي الحمد لله كانوا سند وظهر بعد وفاة بابا الله يرحمه الله يرحمه، وبالأخص عمي صالح الورشفاني نذكره بالاسم ونوجه له كل الشكر والتقدير، وإحنا كذلك نشكروه في هذا الزمن حد يكون أثر هيك على بنت خوه للدرجة هذه، جميل جدا. كل ما نقول فيه شوية كان الأب والصديق احتوانا من إحنا صغار لين تزوجنا وقعد يسأل عليه هل بمواقف كان فيها نعم السند، ربي جزيه خير، ربي جزيه. ومعانا أم مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا أم مالك. حالك يا دكتورة. أهلا وسهلا بك أم مالك. والله نحييك على برنامجك وعلى طريقة طرحك بصراحة تنسك وإن شاء الله عليك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. تفضلي يا أم مالك. علاقة الأبناء الأعمام والأخوان توقف على علاقة الأعمام بعض والأخوان بعض. يعني كان مثلا الأم كيف علاقتها بأخوك؟ بتنعكس على علاقتهم أنا على الصغار كيف علاقتهم بأخوانهم؟ شوفوا في الأم والأبو كيف يتعاملوا مع بعض مع أخوتهم مربوط ببعض العلاقة أنا. تمام، ولما الزوجة تمنع أولادها من أعمامهم كيف الحل؟ في رأيك وليه السبب؟ وليه؟ وهل موجودة هذه عندنا؟ لا.
أكيد موجودة، معناها موجود كل شيء، ماشي المدينة الفاضلة معناها كل شيء موجود، في مبررات مرات عند الحق. كيف؟ دائما هي على ضبط، لأن لازم نعرف الأسباب. والأم مستحيل تمنعهم من شفت حاجة كويسة تمنعهم. ما تكون شيء داخلة بالثقافة، هي مش لازم يكون في سبب، هي داخلة بها بعدي عنهم وما لكش علاقة بهم، ما يكونش. ما هو أنا قلت لك بقولك علاقتها تنعكس، ما أكيد عندها هي مشاكل فلهذا منعت، لكن أنا مش جاية معها، لكن جد شوف لها مبرر لأنها أم. نعم. يكون إن هي أم معناها ما منعتش، صح مرات الأم اللي تاخذها عاطفة مرات لأنها هي تكره ولا عندها مشاكل ممكن تبي تنتقم ولا حاجة زي. بصراحة على علاقات في بلادي معقدة، راه مش بسيطة، واحد زي واحد سعودي. نعم. نقدرش نحكم عليها إن هي مرات تمنع، شافت حاجات غلط مرات. أنا مربي أطفال. نعم أكيد إحنا دائما نحاولوا إن إحنا نشوفه من كل الجوانب. نعم جميل. مثلا أنا ما نقدرش نسيطر على عمامهم مثلا ولا أخوانهم، نقول لهم ما تديروش شكل ما تديروش شكل، لكن نسيطر على صغاري ما يمشوهمش. نعم. مش هنقدر نغيرهم. شو توجهي للزوج الأب، هو اللي الآن عند الموضوع، هو يشوف إنه ما فيش أي مشكلة في أهله، وأهله كويسين وهو معاهم كويس، وزوجته هي اللي ما تبيش، تبي أولادها بس يقعدوا مع خوالهم بس مع أهلها، شن تقولي له؟ كأنه خيك هذا جاي عند المشكلة، هي شن تقولي له؟ يقول أنا بتناقش، خلهم يتناقش هو مرته، مشكلتنا ما تناقشوش. طب شو المرأة هي، شو ما عندهاش عقل، ما يكون ما عندهاش عواطف، لو نجيب لو رجل نقشها بهدوء وتناقش فيه ويا من معقولة ما تعترفش بخطأ، لو لقيت راحة خطأ وقنعها من خطأ مرات هي رفعتها غير لحظة غضب، بعدين بعد مرور الوقت تلقاتها. نعم يا دكتورة، الأم دينا تحكمها خوف على الصغار. نعم. والخوف ممكن يخليها تتصرف غلط. نعم. يعني انت تقولي ان النساء احيانا عواطفهم تخلي فيهم يتصرفوا بطريقه غير صحيحه، سريعات الانفعال، الخوف. الخوف. نعم. على الصغار انا ام مجرد خوفي على صغاري مرات ممكن عقبهم ونحبسهم لاني خايفه عليهم. واني عارفه ان غلط هذا. طبعا. نعم. نعم 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 وصلت. نعم نعم. مجتمعنا بكره يدخل كل شيء. انت تبي صغارك مثلا، يعني انت تشوفي ان الام احيانا تمنع اولادها من الاعمام كطريقه حمايه خاطئه منها، هي تظن انها هي تحمي فيهم. ما زلتي معنا ام مالك؟ للاسف يبدو ان الاتصال انقطع. معنا ميره، رجعت معنا ميره. السلام عليكم يا ميره. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك ميره، يتفضلي الهوا لك. نعم. أختي أنا بنتكلم على نفس المشكلة، هي بس بقول لك إن في أحيانا المشكلة مش مشكلة الأبناء بس، في مشكلة إن مثلا أنا أحكي لك على الوسط المحيط فيها أنا، إن أم الزوج هي اللي تحرض أولادها على أخوال صغارها، يعني عيب لو مش أسأل عن السيبتة، عيب لو إنه ينزل يسلم عليها، عيب حتى لو كانت مريضة، يعني عيب لو داروا فرح، عيب إنه يحضره. طبعا هذا على الكل، مش ولد واحد بس في العيلة، الأولادها كل هكا تربوا إن الشيء هذا عيب، وبالتالي حتى أحفادها الأولاد عيب إن يمشوا لإخوانهم. لحظة بس، أنا فهمتك صح يا ميرا، أنا فهمتك صح، أنت تقولي إن في بعض العائلات عندنا في ليبيا الأم عندها أولادها لما يجوها في أي شيء شاركوها في حاجة، هذا الموضوع شوية مش لائق، هيك أنت تقولي؟ لا ما أنا ما فهمتكش. أيوة الأولاد عيب إن هم يمشوا لنساباتهم، فهمتي علي؟ أولادها ككل عامة مش واحد بس، يعني إن أولادها عيب إن هم يقلوا على أخوال صغارهم. أيوة. مثلاً التواصل مع أهل الزوجة، يعني التواصل مع أهل الزوجة عيب، عندهم عيب، لا فرح يحضروا ولا ينزلوا مثلا يسلموا عليهم يوم جمعة، لا يعني لما يوصل زوجته وأولاده ويقعد في السيارة ما لاش علاقة، ما ينزلش معهم، ما ينزلش حتى يشوفهم، ما يسلمش عليهم. حتى في أفراحهم ما يشاركهم، حتى في مرضهم ما يشاركهم. قداش النسبة يعني هيك، قداش النسبة عندنا هيك في بلادنا؟ لا والله ما فيك، ما فيش حتى. هل تعتبر ظاهرة يعني؟ ما فيش واجب. أعتقد أنها بتكون قليلة يعني. لا أنا نحكي لك من وسط المحيط به. نعم. يعني من وسط المحيط به أنا.
نعم. إنه عندهم عيب، وبالتالي أصبح الأولاد يدرسوا فيهم غريس الشيء هذا، أصبح حتى هم مستحيل يمشوا لخوالهم الكل. تخيلي نعم. إن أولاد العمام كلهم يوم الجمعة يقعدوا مع عماتهم، استحالة إنهم يمشوا لخوالهم، عندهم عيب من كبروا الأولاد. بالرغم إن بناتها عندها 2 بنات يعني رجالاتهم يوميا عندها غداهم عشاهم حتى أعيادهم يعيدوا عليهم قبل ما يمشوا لأمهاتهم. نعم نعم وصلت 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 الصورة ميرا. أنت تحكي على حالة خاصة، تمام، هنحاول لو حصلنا وقت نوجه لها رسالة. شكرا ميرا، بارك الله فيك، شكرا لك. ما زلنا مستمرين معاكم أكيد مشاهدينا الكرام، جدل كثير في هذا الموضوع، كثير من الرسائل. رقية جمال تقول إذا عرف السبب بطل العجب، في أمهات عندها أسباب إنها تشد صغارها على أهلهم أو أخوالهم. على سبيل المثال إن الأم محافظة وأهل صغارها منفتحين زيادة عن اللزوم، فما تبيهمش يتطبعوا بطبع أهلهم. سبب تاني، ممكن الأم تشوف في فرق في المعاملة بين صغارها وصغار الآخرين سواء عند أهلهم أو أخوالهم، فواخدتها من قصيرها وشادة صغارها. تعليق مهم جدا، وكثير من التعليقات اللي يعني لفتت نظري، لكن للأسف وصلنا لآخر 4 دقائق اللي حابين نوجه فيها النصيحة. بالمجمل خلينا نعرف أن صلة الرحم هذه أمر راهو مهم جدا، مهم لتوازننا، مش بس مع يعني قبل كل شيء، هي هذا فرض الله علينا، هذا شرعنا، لأن راهو ما تشمش الريحة الجنة. تعرفوا شنو يعني الريحة؟ هو الواحد ممكن ما يشوف المكان يقرب منه بس يشم الريحة عن بعد، يعني قداش أنت بعيد عن الجنة لين حتى ريحتها ما تشمهاش. مش موضوع سهرة، هو الواحد إذا كان أهله كفار ويواصلهم، وهدو الأولاد هدو عمامهم وخوالهم أهلهم، ممكن البات والأم بالنسبة لهم هدو أهل زوجي أهل زوجتي، بس للأبناء هدو صلة رحمهم عمامهم وخوالهم الاثنين بدون استثناء. فهذه أولا رضا لله، هذه أول حاجة احنا لازم ديما نحطوها قدامنا. تاني حاجة، تعالوا شوفوا أثر صلة الرحم على توازن أولادنا النفسي. إحساس الولد الأطفال بأن هو في بيئة طبيعية، عمة خال جدة جد جدي من بوي جدي من أمي عمتي خالتي، توازن أهواء. وحتى لما يكونوا هذا علاش احنا نقوله في الزواج لازم يكون في توافق بين العائلتين، الخالة والعمة كل ما كانوا صاحبات أكثر العيلة كانت متوازنة أكثر، الأحفاد متوازنين أكثر. هذا علاش نهتموا بهذا الجانب. إحساس الطفل بأن فيه مشكلة بين الطرفين من أهل أبوه وأهل أمه يسبب له ربكة، أنا لازم أكون مع واحد من الطرفين. تو شفنا في صاحب المشكلة شن قال، أولاده يزعلوا يخافوا أمهم تزعل، يعني يبوا يكلموا عمامهم بس خايفين أمهم تزعل. يعني العيل مضطر من بداية حياته يكون في صف حد، أنا في صف أمي ولا في صف عمتي ولا في صف خالتي. تعرفوا هذا شن معناه؟ معناه يكبر الإنسان وهو ديما محايد، مش محايد بطريقة منطقية، لا، يعني ديما واخد التالي، ما عنداش قرار من عنده، ما يتبعش أفكاره ومنطقة ورغباته، بس يحاول إنه يهادن مع الجميع، بالتالي خليه إنسان ضعيف الشخصية وتبعي، يتبع في كل حاجة. وهذا طبعا ما في أم تبي أطفالها يولوا هيكي، فعشان أطفالك يولوا أسوياء وعشان أطفالك يولوا أسوياء نحاولوا دائما البيئة اللي حوالينا تكون متوازنة، وما نمنعهمش من خوالهم ومن عمامهم. تاني حاجة وأكدوها البعض في الاتصال، أحيانا بعض المشاكل بين الزوجين، يعني هي متعاركة مع الراجل ما نبيش أهله، هو متعارك معها ما نبيش أهلها. غلط، مشاكلكم حلوها بين بعضكم، لأن هذه أخلاق، والأخلاق مهمة جدا تبان في علاقتنا مع الآخرين. والأولاد ما قالوا لكمش تزوجوا جبونا لو أنتم مش متفاهمين، ما يدفعوش هم ضريبة أخطائكم. ونقطة أخرى مهمة جدا اتطرقوا لها البعض فيكم، أن ممكن البيئة متاع بيت العم والعمة وكذا مش مناسبة لتربية أولادي، هذا مش عذر أبدا. أحيانا تربية البيئة تكون مش مناسبة، بس أني هنا ما نسكرش الباب، هنا نخليها شوية شوية، يعني ما نقطع أولادي نهائيا زي صاحب المشكلة، يعني خاصة اللي يبدو هم بطبيعة الحال يسكنوا فوق بعض بجنب بعض، ما ينفعش، لازم إن نعلمهم إنهم يسألوا على الكبير ويهتموا به، مع أننا نحط لهم الضوابط ونربيهم عليها. صلة الرحم إرضاء لله سبحانه وتعالى، وإشباع عاطفي لأولادنا، أول منهل للحب الطبيعي الصحيح هو من أعمامنا وخوالنا. إذا العيل حس في صراع أو إن أمه أو أبوه في طرف وهو محتاج يكون مع أحد الأطراف، من هنا إحنا كسرنا المشاعر الطبيعية وعلمناه أول مشاعر الكره والغل، وفي الأخير اللي بيدفعوا الثمن هو أولادنا. ربي يحفظ بيوتنا جميعا ويقدر ولداتنا وبنياتنا على التربية الصحيحة، وما تخلوش أولادكم يدفعوا ثمن أي مشكلة أنتم تمروا بها. وصلنا لآخر حلقتنا، ملتقانا غدا في قصة جديدة وتفاعل جديد بإذن الله. مع
ما تنسوا غزة، لأن الخلاص في الإخلاص. في أمان الله.